آثار الإمام السالمي طبعا آثاره كثيرة، من آثاره كما ذكرت لكم هؤلاء الرجال الذين تركهم الإمام السالمي رباهم التربية الصالحة، الذين ذكرت بعضهم طبعا طلابه وتلامذته الذين صاروا هداة، منهم أئمة يحكمون بين الناس بالعدل، ومنهم علماء يهدون الناس إلى الطريق السوي. هؤلاء وحدهم أو بذاتهم أثر عظيم تركه الإمام السالمي رحمة الله عليه. وهناك أيضا ترك مؤلفات عدة، طبعا كان يمليها رحمة الله عليه على طلابه فدونت عنه، لكن كانت مؤلفات فعلا، يعني ما كانت يعني كلام يجمع، وإنما كانت تأليفات يمليها على طلابه. من أشهر مؤلفاته جوهر النظام الذي معروف عند العمانيين، عند الخاصة والعامة طبعا، وهو كتاب في الأصول، في أصول الدين وأصول الفقه، أيضا فيه أصول الفقه وفي الفقه والأحكام وفي الآداب أيضا. وأيضا من مؤلفاته كتاب كتب العقيدة، أو بدايتها غاية المراد، شرحها الشيخ سليمان بن محمد الكندي، وفي الوقت المعاصر شرحها سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله تعالى. وأيضا له منظومة في العقيدة، أيضا منظومة أنوار العقول، وشرحها الشيخ نفسه شرحين، الشرح الأول بهجة الأنوار، والشرح الثاني مشارق أنوار العقول. وله أيضا في الأصول، في أصول الفقه، منظومة شمس الأصول، وشرحها أيضا بنفسه في كتاب طلعة الشمس. وله أيضا في الفقه مدارج الكمال، وهو نظم لمختصر الخصال للإمام الحضرمي. طبعا الإمام الحضرمي له كتاب مختصر الخصال، نظمه الشيخ السالمي ثم شرحه في كتابه المشهور معارج الآمال بشرح أو على مدارج الكمال. ومن مؤلفاته أيضا رسالة تلقين الصبيان، قد ألفها للناشئة رحمه الله، تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان. ومن مؤلفاته أيضا شرح الجامع الصحيح، مسند الإمام الربيع في 3 أجزاء. ومن مؤلفاته أيضا نهضة تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان، وهو كتاب في التأريخ، جمع فيه الشيخ رحمه الله ما كان متفرقا من أخبار عمان وتاريخها. ومن مؤلفاته أيضا ذكرت في البداية بلوغ الأمل، وأيضا من مؤلفاته المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي، وهو كتاب في علم العروض، وله عليه شرح أيضا. وأيضا من مؤلفاته رسائل متعددة، رسائل متعددة، منها الحجج المقنعة، ومنها في أحكام صلاة الجمعة، ومنها إيضاح البيان في أحكام نكاح الصبيان. طبعا نكاح الصبيان هو تزويج الصبيان المقصود، تزويج الصبيان، تزويج الصبي وتزويج الصبية في هذه المسألة. وهناك أيضا رسائل كذا. وأيضا له قيل إن له تفسير، وفي فترة قيامه بالتدريس في القابل كان يفسر القرآن الكريم في أسلوب محاضرات، هكذا ذكر، كان يفسر القرآن يعني يقيم دروس في التفسير.
ويذكر من المواقف في دروسه للتفسير أنه في يوم من الأيام كان يفسر آية من آيات الكتاب العزيز، وقال يعني قال هكذا، قال وقال بعض أهل العلم دون أن يصرح بالاسم، وكان في الحضرة الشيخ عيسى بن صالح وهو تلميذه وشيخ كبير، ثم سأل الشيخ عيسى يقول من صاحب هذا القول، اعترض يعني الشيخ عيسى يقول الشيخ سالم من صاحب هذا القول، فغضب الشيخ السالمي وقال إن لم يقله أحد قبلي ألا يصح أن يكون عني؟ كان يفسر، قيل إن هذا التفسير إنه مزقه رحمة الله عليه بعد ذلك، يعني قصد المؤلف التفسير الذي ألفه في التفسير قيل أنه مزقه، والله أعلم بذلك. وله كتاب أيضا تجدونه، يجده من يقرأ، يجد اسمه من يقرأ البهجة، في موضع من مواضع هناك في البهجة يقول قلت في شفاء الحائم، يقول بنفسه يقول قلت في شفاء الحائم. سألنا عن هذا الكتاب، قيل أن هذا الكتاب أساسا هو شرح لديوان الدعائم، شفاء الحائم بشرح ديوان الدعائم، وقيل أن الشيخ مزق هذا الكتاب لأنه ألفه في وقت الصغر، لكن لا يخلو من فوائد، والله أعلم سبب شفاء الحائم. قيل أنه يعني غاب، وقيل أن الشيخ نفسه مزق هذا الكتاب شفاء الحائم، وهو شرح على ديوان الدعائم للشيخ بن نضر. نعم. وهناك أيضا كما ذكرت مؤلفات غير التي ذكرناه، هذا يعني ما اتسع المقام أن نذكره عن هذه الشخصية. والإمام السالمي رحمه الله حياته حافلة، والمواقف في حياته كثيرة، ولكن يعني لا يتسع الوقت طبعا لذكر المواقف، والمواقف فيها فوائد كثيرة جدا نجدها المواقف يعني مما دون عنه كثير من المواقف التي يستفيد منها الإنسان، يعني غنية بالأدب وغنية يعني الفوائد التي يحتاجها طالب العلم، يحتاجها المتعلم. وله طبعا قصائد، كان الشيخ شاعر أيضا، شاعر بليغ، وله قصائد بليغة جمعت في ديوان يسمى، أطلق عليه بديوان الإمام أو بديوان السالمي. وطبعا رثاه الشيخ أبو مسلم رحمه الله في قصيدتين، الأولى لامية مطلعها نكس الأعلام يا خير الملل، رزئ الإسلام بالخطب الجلل، وانتثر يا دمع أجفان التقى، قد أصيب العلم واغتيل العمل، وانفطر يا قلب واستقصي الأسى، إن حبل الدين بالأمس انبتل. قصيدة مبكية جدا، والقصيدة الأخرى رائية أيضا مبكية محزنة جدا. والشيخ أبو مسلم إذا رثى، سبحان الله، إذا رثى عجيب، يعني تجد القارئ القصائد يقرأ الإنسان القصائد ويتفاعل معها تفاعل عجيب، دليل على أن الرجل يرثي من قلب يحترق أسفا وألما على الفقد. والقصيدة الثانية طبعا رائية مطلعها ريب المنون مقارض الأعمار، مقارض الأعمار وحياتنا تعدو إلى المضمار، والنس تلهو فوق تيار الردى، يا ليتها حذرت من التيار، إلى آخر ما قال.